المغرب يوم غد العاشر من أكتوبر اليوم الوطني للمرأة المغربية. هذا اليوم الذي له رمزية ودلالة هامة لأنه يعني الكثير اهتمام صاحب الجلالة بالمكانة التي تتبوأها المرأة. وصادف هذا اليوم صدور مدونة الأسرة 2004. اليوم احنا على 20 سنة من مرور هذا التاريخ ونحن على أبواب إصلاح جديد لهذه المدونة، ولكن الإصلاح لا يهم فقط مدونة الأسرة، الإصلاح يدوم أيضا ويهم أيضا القانون الجنائي. هذا القانون اللي عمر الأكثر من 60 سنة واللي اليوم المغرب عرف تغيرات كبيرة، منها هذه الثورة الرقمية التي نعيشها، هذه الثورة الرقمية التي أتت بإيجابيات وسلبيات، ومن بين سلبياتها ما نعيشه اليوم من تشهير، من تسريب لصور لفيديوهات لسجلات لغير ذلك، مما من شأنه أن يمس بسمعة الرجال والنساء على حد سواء، ولكن النساء بشكل أكبر. اليوم هناك 1.5 مليون امرأة معنفة إلكترونيا، وأكيد أن الرقم هو أكبر من ذلك بكثير لأنه معظم النساء لا تتقدم بالشكاوي. لذلك حان الوقت لأن نقوم بإصلاح لهذا القانون، القانون 113 لمحاربة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. وطبعا هذه الجرائم لها انعكاسات على حياة المرأة الأسرية والفردية وعلى مسارها المهني، ممكن أن يؤدي بها إلى الانعزال، إلى الاكتئاب، إلى الانتحار أحيانا. لذلك نأمل أن نتقدم نحن في حزب التقدم والاشتراكية وكفريق برلماني بمقترح قانون في هذا الباب، وهذه مناسبة لنحيي فيها المرأة المغربية على إنجازاتها وعلى ما حققته من مكتسبات حقوقية ومزيدا من النضال من أجل المزيد من المكتسبات. قضية العنف الرقمي ضد المرأة، فنحن أولا نتحدث عن العنف، وحينما نقول العنف فإننا نتحدث عن بنية نفسية اجتماعية أفرزتها كل العلاقات التي تبني الإنسان، وحينما نتحدث عن بناء الإنسان فنحن نتحدث عن منظومة تعليمية، نتحدث عن منظومة أسرية، نتحدث عن منظومة سياسية كمشروع حكومي في بناء الإنسان. وهذا يحيلنا بالدرجة الأولى على فكرة الحبابي الفيلسوف المغربي الذي كان يقول بضرورة انتقال من الكائن إلى الإنسان. وبالتالي حينما نتحدث عن الإنسان فنحن نتحدث عن مشروع قادر على أن يتحمل مسؤولياته. لماذا كلمة مشروع المسؤولية؟ لأن الذي يجب أن يتصوره الفرد المغربي أننا حينما نكون أمام الشاشة فآنذاك فأنت مسؤوليتك الفردية، لأن الإنترنت أباح للإنسان أن تكون له القدرة على التعبير وحرية التعبير. إذن هل من إفرازات حرية التعبير أن يكون الإنسان عنيفا، أم أنها هي بنية نفسية مرضية مضطربة تعيش ظروف مختلة سواء المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو المستوى التعليمي؟ وبالتالي حينما يكون أمام الشاشة فآنذاك يكون أمام نفسه فتفتضح هذه الصورة المبنية على العنف. الغرض اليوم من هذه الندوة هو أن نحسس بهذه الحقيقة حتى لا يكون مع الأسف عالمنا الافتراضي صورة لمجتمعنا. حينما نتحدث عن المجتمع المغربي يتبادر إلى ذهننا العنف في الملاعب، يتحدث عن العنف في الشوارع، يتحدث عن العنف ضد المرأة على مستوى اللباس كما لاحظنا في طنجة. كأننا هذه البنية الاجتماعية تتحول من بنية اجتماعية تاريخية إلى بنية مبنية على العنف. الموضوع ديال اليوم حول العنف الإلكتروني والممارسة النساء والأثار ديالو، تم اختيار هذا الموضوع بنظر الرهينية ديالو وبنظر الأثار الوخيمة اللي كيخلفها هذا النوع من أنواع ديال العنف على يعني على المرأة اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا. اليوم كاين هنالك مجموعة من بعض المقتضيات اللي بغينا نقولوا داخل المنظومة التشريعية الجنائية، لكن لا تستجيب فعلاً لخصوصية هذه النوعية من الجرائم، وبالتالي اليوم من الضروري مراجعة التشريع الجنائي ولا سيما القانون 113 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من أجل إدراج تعريف واضح ومحدد للعنف الإلكتروني الممارس ضد النساء، وكذلك كل ما يتعلق به من خصوصية ووسائل الإثبات لمحاولة الحد من هذه الظاهرة التي هي اليوم في تزايد مع تطور التكنولوجيا الذي يتسارع يوما بعد يوم. نجد كل هذه الجرائم تتكاثر وتتنوع بتطور هذا المجال الإلكتروني والرقمي من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وكنعتقد ان هذه الندوه والمخرجات ديالها من خلال المتدخلين اكيد غتكون مجموعه من التوصيات والملاحظات لتعزيز حمايه النساء الجنائيه من مختلف هذه الجرائم التي ترتكب عبر الوسائط الالكترونيه.